بقول لك ما تيجي استنى، بقول لك لو سمحت انا هنزل بس اجيب عصاير واجيب ميه من هنا. ماشي معلش. معلش انا اسف. لا ولا ايه. طبعا مش هوصيك، العروسه معاك امان. مش هغيب عليكم. انا لازم انزل. بص انا هنزل هعمل بس حاجه للفستان وجايه. طب عشان هو ما يتكلمش بس معاه. لا لا هو انا هاجي قبل هو ما يجي. الله يا العروسه بتجري ليه كده؟ طب هي راحت تنقل طيب ليه؟ طب ما هو العريس راح كده. استغفر الله العظيم يا رب. طب مش عارف لما يجي دلوقتي هنقول له ايه؟ طب نمشي انا طيب ولا نعمل ايه بالظبط؟ انا هنستنى بقى اما نشوف هيعمل ايه. يا رب ما يكون شافني، يا رب ما يكون شافني. في بوابة اهي مفتوحة، انا هدخل اشوف مين اللي جوه. استخبى فين اهو؟ الواحد طاير من الفرحة النهاردة. ايه ده؟ فين العروسه يا ابني؟ يا باشا يا طارق نزلت قالت اللي هتقعد الفستان مش عارف راحت فين. نزلت فين وسفتت فين؟ طب انا هعمل لك ايه يا باشا؟ انا ماليش ذنب يعني. طب مش تبلغني؟ يا باشا هي ماشيه كده. ماشيه كده ازاي؟ لما على نفسها كده ماشيه. طب انا هنعمل ايه طيب؟ انا ذنب شنو قلت لك؟ خليها في عينك يا ابني. يا باشا ماليش دعوه انا، هي جت لي عناد الفستان. استغفر الله العظيم يا رب. مشي ناحيه فين يا حبيبي؟ كده دي. ممكن تكون دخلت هنا. حول الله يا رب. افتحولي بسرعة، افتحولي. يا رب مش عارف حد مين. افتحوا بسرعه. مين؟ انا. ايه ده؟ ايه ده؟ فين يا بنت؟ خير؟ اقفل إيه الباب والنبي بس يا عمو. استنى في ايه يا بنت؟ في ايه يا بنت؟ في ايه؟ في ايه؟ اقعدي. طيب طب تعالي تعالي اقعدي اقعدي. اقعدي خير. في ايه؟ في ايه يا بنت؟ انا هربانه من جوزي. هربانه من فرحك؟ ما بحبهوش ومش عايزاه، واخويا جوزهولي غصب عني. ولا حول ولا قوه الا بالله. انت جاي تهرب من فرحك؟ اخويا انا حاولت معاه وقال لي لو ما خدتهوش هموتك. هموتك؟ اخوكي؟ ايوه. لا احكي لي القصه من الاول بقى. احكي لي القصه، ايه اللي حصل مع اخوك؟ هو عايز هو عايز يجوزني. انت في ايه مالك بتعيطي ليه؟ انا مش عايزه الجوازه دي. طب ما رفضتيش ليه من الاول؟ اخويا موتني لو رفضت. قلت مش عايزه وقال لي هتتجوزيه غصب عنك. طب ما تهربي. اهرب؟ اه دي الفكره الكويسه ان انا بقولك عليها دي حلوه. مفيش حاجه سهله كده. انا اخويا ممكن ما يخلينيش عايشه تاني للدرجه دي. كل حاجه بس ما تعيطيش. طيب بس. يلا يا عروسه جهزتي؟ انت بتعيطي ليه؟ ما تفكر يا علاء والنبي. افكر في ايه؟ موضوع منتهي. الكلمه هنا كلمتي. مفيش بنت عندنا لها راي في الجواز. يلا جهزي ويلا اطلع عشان عريسك بره. يا علاء انا مش عايزاه. مفيش كلام تاني. يلا. راحت فين دي؟ بابا مفتوح اهي. راحت فين دي؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب اخبط على الباب ولا مفيش حد هنا ولا؟ وادي كل حكايتي. لا اله الا الله. امو هتلاقيه هو
ما تخافيش ما تخافيش اهدي هتقدر تحميني؟ انا احميكي انت بحمايك ربنا برضه بس بحمايتي يا حاجة افتح انت خبريه مالك اهدي بس اهدي بالراحه انت هنا اتفضل يا استاذ خش اتفضل اتفضل خش اعمل حاجه اتفضل بس اتفضل تعالى انا كنت حاسس اه تعالى بس اتفضل خير عايز افهم الموضوع حاجه واحنا عايزين نفهم الموضوع برضه انزل اجيب عصير يا حاجه من السوبر ماركت اسيب العربيه واسيب قاعده في العربيه واسيبها مع الراجل اللي سايق العربيه معلش يا حبيبي طب تعالى اتفضل اقعد اتفضل فين يا حاج اتفضل اقعد بس اقول لناس ايه واهلي ايه حجاني بص سيبك من الناس وتعالى اتفضل صل على النبي السلام عليكم انت دلوقتي في اولها انت ينفع اتفضل الاول احنا ما عزمناش عليك بحاجه يا حاج انا مش عايز اكل والله ولا عايز اشرب اتفضل بس كل واحده واحده ايه يا حاج كلك واحده ايه ده يا حاج ده فراوله ما كلش فراوله يا حاج انا عندي حساسيه اصلا من الفراوله اهو الفراوله زي الجواز ايه فراوله زي الجواز انت ينفع تاكل حاجه ما بتحبهاش لا طبعا اهو الجواز نفس الكلام لازم تكونوا متفقين مع بعض وفي قبول وفي الجواز. رفض حاج حاج بعد اذنك حاج انت واخد بالك من الموضوع اصلا اخوها قال لي ده ايه عايزاك وهي مش عايزاك طالما هربت منك يوم فرحها يبقى مش عاوزاك يبقى مش عاوزاك انت مش عايزاني صحيح الكلام ده حقيقي انا رفضت واخويا خلاني غصبني عن الموضوع طب اخوك قال لي يا بنتي عم الحاج اخوها قال لي ده عايزاك لا 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 هي لا لو عايزاك مش هتهرب يوم فرحها راعى ربنا وانا حد مش هاكل حاجه مش عايزها ولا حاجه نايمه من معدتي يبقى الست ديت او انت كتبت كتاب لا لا لسه حاجه لا لسه ديت تروح لاخوها وانت اللي تفهمه يعني بمرضي الله انما الاسلوب ده ما ينفعش هتلاقي نفسك طلقتها بعد الفرح لا يا انت كل أنا حاجه بمرضي لا الله لا انا خايفه من اخويا يقتلني لا عيب عليكي انت في حمايه ربنا واحنا هنحموكي واحنا لو مش جد حمايتك ما كنتش دخلت انت البيت ده وشكله شاب محترم يعني وانا مش هسيبك برضه هنروح معاك حاجه استاذنك في حاجه اتفضلي خدتها امانه من البيت هوصلها البيت لعند اخوها رجلي على رجلك ده شرف كبير ليا مش هنسيبك ده شرف كبير ليا يلا يا بنت اتفضلي جواز اسمه نصيبه هي مش عايزاني خلاص انا اسفه يا سنبل ما كانش قصدي اسمك سنبل انت شكلك راجل محترم يا سنبل ربنا يعوضك ربنا يستر ولايانا ويستر اخواتك وعيالك وان شاء الله ربنا هيكرمك باحسن مننا وده موقف رجولي منه ان هو ما عملش حاجه مفيش حد بيقعد اكتر من نصيبه حاجه الحمد لله والشكر لله كنت انا عروسه معلش عروسه عايزين نعمله معاك واجب بس الحمد لله لا ده احسن واجب عملته معايا شكرا يا طنط عن اذنك مع السلامه ربنا يسعدك يا رب